هاي هايا اهلا وسهلا فيك عبر ميوزك هاي اهلا وسهلا فيك هايا نجاح بعد نجاح واخر نجاح حصلتيه من خلال اغنيه شوي سكسي ومن خلال الكليب المميز اللي اخرجه المخرج فادي حداد فخبرينا قد ايه راضيه وسعيده عن اصداء الكليب والاغنيه أكيد كتير مبسوطة بأصداء أغنية شوي سكسي لأنه حققت نجاح أكتر ما بتصور وبتوقع يعني وأكيد الكليب كمان الحمد لله يعني كتير كانت ردة الفعل وال يعني إنه كتير عم بيقولوا إنه كتير حاببهم حابين الكليب وهيك فكتير مبسوطة أكيد مبسوطة كتير أه سينجل بعد سينجل وفي عمل جديد وهون اليوم موجوده مع الشاعر ايضا المصري استاذ ايهاب عبده وهو موجود معك اليوم لجلسه عمل فينا نقول او لعمل جديد عم يتحضر عم يتحضر مع الاستاذ ايهاب استاذ ايهاب اهلا وسهلا فيك عبر ميوزك نيشن اهلا وسهلا مرسي فرصه سعيده جدا اهلا بك في بيروت كمان وطنك الثاني بما انك موجود ببيروت تحديدا والعمل مقبل جديد رح يجمعك بالنجمه هايا فخبرنا شوي عن هذا العمل وعن الاغنيه وتفاصيلها اه احنا ابتدينا عمل اه في اغنيه سينجل اه اول غنوه مصري هاي تغنيها وانا سعيد بالتجربه دي جدا معاها لان هايا حاسس ان هي طعم جديد وشكل جديد و بتجمع بين كذا حاجه مختلفه عن اي حد تاني وباذن الله في تعاونات تانيه مقبله باذن الله. آه وعمل جديد ايضا رح يجمعك اذا مع الاستاذ ايهاب ولا شك انه اغنيه حبيبي تعالى هي ايضا من كلمات الشاعر الاستاذ ايهاب عبده وبدأ بس عبر الاذاعات فخبرينا قد ايه هالأغنية مميزه بالنسبه لك وهي باللهجه المصريه. أكيد أغنية حبيبي تعالى هي أول أغنية باللهجة المصرية أنا بنزلها على الأسواق آه يعني آه ما, ب... ما فيني أنا أحكي عن قديش حسيت فيها أول ما سمعت عليها من كلام ولحن كمان وتوزيع آه الحمد لله هي أغنية طرب شعبي آه أكيد باللغة المصرية وأنا كتير مبسوطة بهالاغنية والحمد لله يعني عم بسمع كتير آه يعني اصداء حلوه عم يسمعوها كثير بالنهار يعني انه بيجيني على الفيسبوك او انه من الناس اللي عم يسمعوها انه اكثر من عشر مرات ممكن عم يسمعوها بالنهار فهيدا شيء كثير حلو الحمد لله وان شاء الله هيك اكيد هلا نحن بهالجلسه تا يكون في عنا تعاون كمان اخر يعني مع استاذ ايهاب عبدو وان شاء الله خير استاذ ايهاب خبرنا عن اعمالك وتعاوناتك مع نجوم الوطن العربي ايضا اضافه لاكيد النجمه هايا لا انه اسمك بسم مع نجمات ونجوم من كافه ارجاء الوطن العربي فخبرنا مع مين عم تحضر اعمال جديده؟ آه لسه نازل في الاسواق قريب جدا سي دي بتاع آه في في حاجات جديده نازله قريب باذن الله في فضل شاكر وفي نانسي آه دول اقرب حاجه نازلين قريب باذن الله البوم شيرين اسال عليا كان لك حصه فيه ولا لا ما كان فيه, فيه آه في اغنيتين في البوم اسال عليا كان في والنبي لو جاني وفي واحده بواحده وفي آه واحده فيهم هتتصور قريب باذن الله انا كمان بدي اقول له ميرسي كثير لاستاذ ايهاب على الشات فيي لانه يعني يعني انا ب يعني قديش بكون سعيدة وفخورة بشهادة استاذ مثل حضرتك استاذ إيهاب مرسي لك على هالشهادة و... وأنا كتير مبسوطة كمان بالتعاون معك و... ومرسي كتير يعني <applause> ختاما استاذ ايهاب كلمه بتوجه فيها تحيه لكل متابعيك عبر ميوزك نيشن وعبر محطه ميوزك نيشن ايضا. أه بقول لهم باذن الله على طول في جديد وعلى طول في اغاني حلوه واكسكلوزيف على ميوزك نيشن آه رح نغتنم الفرصة هون ونختم مع هايا بمقطع من أغنية حبيبي تعالى الأغنية اللي عم تحقق نجاح اليوم عبر كافة الإذاعات اوكي okay. حبيبي تعالى في حضني يلا ده انا من امتى انا بتمناك خليك هنا جنبي وعلى الله تبعد ليلة ولا يوم ايام كان نفسي اشوفك وان شاء الله بعد ما حد اموت وفدك حبيبي يوم ورا يوم ورا يوم, يوم ورا يوم وانا بستناك يعني <applause> كان لازم انا حب <applause> أنا واستاز ايهاب كمان أنا نغني شكرا شكرا عليك.